خلينا نروح الأول على الأرض، نطمن من الأرض، من الأستاذ علي مبروك رئيس علي فاروق آسف رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. أستاذ علي أهلا بيك. أهلا دكتور محمد، إزي حضرتك؟ أستاذ علي، يعني إحنا تواصلنا يوم الخميس، كانت لسه الساعات على بداية الضربة العسكرية. الآن يعني الصورة عند حضرتك كيف تبدو؟ يعني الطلبة أخبارهم إيه؟ التنسيق عامل إزاي على الأرض؟ والله دكتور محمد، الوضع الحالي طبعا يعني بيزداد سوء في عدم الرؤية الأحداث اللي بتدور حاليا. يعني كل يوم نتوقع إن الدنيا تهدى شوية، ولكن النهارده كان في طبعا ثاني مرة من الصباح الباكر النهارده سماع بغية متفجرات وطبعا صواريخ طبعا ثاني اماكن مختلفة جدا في كل المدن، وفي العاصمة طبعا كيف الحداد فيها زاد جدا، خصوصا مع التمركزات بتاعة القوات الاوكرانية. تمام. طبعا ده كمان ادى الى عدم يعني صعوبة التحرك خالص داخل المدينة. زاد التوتر طبعا بين ابناء الجالية، ده خلى دي حاجة صعبة جدا، احنا في ضغط شديد من الصبحية واحنا اضطرينا ان احنا نتحرك على مسيرتنا الشخصية بصراحة لغاية ما نشوف يعني في قرار يعني في اجراءات تتاخد للاجلاء في ظل الظروف الصعبة دي. الحمد لله ربنا كرمنا من ادارة الجالية وبالتعاون برضو مع ابنائنا في كل المدن، بدأنا نطلع باصات على مسيرتنا الشخصية بصراحة. الحمد لله وصلوا على حدود رومانيا، لسه واصلين بالظبط من ساعة، وصلوا باصين وامبارح باص، والحمد لله كمان طلعنا باص النهارده من العاصمة كييف 54 واحد، وامبارح طلعنا طبعا أربع خمس عربيات على الحدود مع بولندا. متابعينهم طبعا دلوقتي خطوة بخطوة، لأن خطوط السير الرئيسية طبعا يعني غير مستقرة. احنا بنحاول بمعرفتنا للطرق كعايشين في البلد وعارفين المدن او المدن الرئيسية يعني، وعارفين كمان الطرق البديلة. على جي بي اس طبعا، ودي طبعا دي مشكلة. انا عندي دلوقتي اسرة علقة في الطريق، سيدة وزوجها والدها ومعاها طفل صغير. طبعا مشيت للاسف. دي برضه بنوجه الناس دلوقتي عند حضرتك يا جماعه، ما حدش يمشي من يعني انا اسف نزل مثلا على المواقع اتجه ناحيه المعبر الفلاني، برضه ان احنا نتواصل مع اداره الجاليه عشان في طرق غير امنه، طرق غير يعني اللي جي بي اس هيوديك طرق رئيسيه عليها تكدسات، عليها تفتيشات، عليها يعني طبعا حضرتك الطرق طويله جدا حتى من كيف، يعني من كيف مثلا لغايه المعبر بتاع بولندا ما يزيد عن مثلا حوالي 900 كيلو. طبعا. والبنزين ما فيش في الطريق، وبيدوا 20 لتر، فانت حضرتك هتروح فين؟ تقف في الزحمه، البنزين هيخلص، الجو برد، تعرض نفسك لمشاكل ثانيه احنا مش عارفينها، دلوقتي علقه انا مش عارف اجيبها منين. طبعا مشيت في الطريق خطر دلوقتي والجو بدا يضلل، وبتقول الحقني، طب هعمل ايه؟ وانا ما اعرف اروح دلوقتي وبيني وبينك 600 كيلو. 600 كيلو احنا بنتكلم في مسافه حتى لو انا اروح لها سبع ساعات. فبنحاول ان احنا ما ناخدش اخبار من اي حد، ونرجع للمرجعيه بس يا جماعه. في الوقت الحالي انا عارف الناس كلها متوتره وكلنا تحت ضغط عصبي جامد جدا، فان احنا بس يبقى في استشاره حتى ورقه التليفون، احنا بنرد على الناس كلها. تليفوناتنا شغاله 24 ساعه، وممكن حضرتك تسال. النهارده اللي خلانا النهارده اضطرينا واخدنا الاوتوبيس ده او العدد ده من كييف، للاسف الشديد السكن الجامعي اللي كان موجود في جامعه راشفشنكا، يمكن كمان كل سمعني، موجود داخل سكن عساكر لكليات حربيه وجيش في اكثر من 12 مبنى. دخلت النهارده ساعتها جبنا الطلبه من جوه، وترفع علينا النهارده يعني اسف الكلمه تفتشنا كلنا اكثر من مره، لان كان في تجمع النهارده واخدناهم بصعوبه النهارده، والحمد لله طلعناهم على كيف على بره كيف، وبنطمن اهاليهم. هو كويسين، هم كلهم كويسين، ووصلوا بره كيف حوالي دلوقتي 200 كيلو 250 كيلو، نتابعهم برضه مع
مع السواق، الشباب كويسين دلوقتي، نزلوا جابوا اكل دلوقتي في الطريق من سوبر ماركت، وفي باص ان شاء الله كمان هنطلعه بكره ان شاء الله ربنا يسر الحال، وبنرتب ان شاء الله برضو مع المدن الثانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده اعلنوا عن بدء حركه القطارات داخل اوكرانيا لكل المدن. اتبلغنا النهارده من السفاره ومعالي الوزير طبعا نبيله مطرب بفتح معبر سلوفاكيا. معبر سلوفاكيا طبعا يعني انا اسف برضه لل يعني للاماكن كل مدينه حدوديه مع اوكرانيا ليها اكثر يعني ليها اكثر من معبر او من نقطه. انا دلوقتي بخبرتي عشان احنا بنسافر، لو حد عايز يسافر دلوقتي مش بالباص، يسافر بالقطار في مدينه اسمها اوزجارد، يحجز قطر من اي حته ينزل اوزجارد من محطه قطار اوزجارد لغايه الحدود المنفذيه بتاعه سلوفاكيا 4 كيلو فقط. ما عليهاش ضغط. ودلوقتي بنصح الناس برضو ما يتوجهوش لمنافذ الحدود مع هولندا، عليها تكدسات عاليه جدا، الطلبه هناك بتعاني والناس بتعاني من عدم الدخول من امبارح. فالخف الضغط شويه على السفر على بولندا، وفي دلوقتي عندنا المنفذ بتاع سلوفاكيا والمنفذ بتاع رومانيا طبعا حسب انت جاي منين، لان دي طبعا في طريق وبينهم مسافه جامده. احنا تمركزات المصريين التمركزات المصريين طبعاً فين؟ مترو بتروك دول المدينتين حاليا دلوقتي اللي احنا شغالين عليهم بقالنا اكثر من 3 ايام، عشان فيهم يعني عدد يعني لا يستهان به موجود هناك. ان شاء الله طبعا بكره بنرتب مع ناس هناك، بس انا طبعا اولياء الامور بيتصلوا بيا ممكن يكونوا سامعيني، مش عايزين نبلغ اي معلومات عشان عدد كبير جدا، مش عايزين هنعمل ايه عشان الناس النهارده كان في تدفعات على القطار وحصل اصابات، بس الحمد لله مش من ابناء الجاليه، في ناس ثانيه. لازم نبلغ الناس يا جماعه احنا هنسافر من خاركوف، يا اما باصات هتتوفر الايام دي او هتتوفر، او هنسافر مثلا عن طريق القطار وهنستناكم مثلا في مدينه كذا. عشان في ناس بتسافر دكتور محمد على مثلا مدينه بينها وبين الحدود 100 كيلو، طب انت هتنزل هناك في البرد هتقف مفيش مواصلات وهتيجي تقعد في المنفذ. طب هتودي هتعرض نفسك لمشكله ثانيه. واخد بالك عارف تمام. لازم يبقى في اتصال دايما معانا، هنوجههم ازاي واحنا هنساعدهم قدر المستطاع. طيب اتفضل. دلوقتي الايام دي النهارده بنقول للناس خلي بالكم الوضع كيف مش مظبوط، في حظر من الساعه 5، في حصل اشتباكات جامده جدا في كل كيف، في طبعا اخبار مش يعني مش مطمنه بالنسبه للوضع داخل كيف حاليا من امبارح، ولناشد يعني الحكومه بتاعتنا اللي احنا ما كسبناش. لا طبعا طبعا يعني استاذ علي عايز بس اسالك، عندنا امل كبير يعني فيه. عايز اسالك انه طيب الناس اللي هم موجودين اللي ما بيتحركوش، الاعاشه بالنسبه لهم بتتم ازاي؟ يعني انت بتتكلم على حظر التجول على الساعه 5، الناس بتتكلم، انا بسال على اكلهم وشربهم، يعني بتتصرفوا ازاي؟ بص دكتور محمد، حضرتك دلوقتي في حضرتك ما بين نارين. دلوقتي احنا بنقول احنا كجاليه مصريه احنا بننفذ تعليمات السفاره والجهات السياسيه تحت، يا جماعه الزموا الاماكن بتاعتكم في المناطق الشرق والمناطق الغرب تتحرك على حدود اوروبا. طيب ماشي. احنا دلوقتي بنقول للجماعه الناس هناك لو سمحتوا التزموا اماكنكم اللي موجوده اللي انتوا فيها دلوقتي. طيب الامور لو اتطورت يا جماعه، طيب وضعهم ايه؟ دلوقتي البنوك مش شغاله، الاي تي ام الفلوس بقى تخلص فيها، طرق التحرك جوه المدن. طيب ماشي الزموا اماكنكم. طب وبعد كده ايه اللي هيتم؟ فاحنا بصراحه اخذنا على عاتقنا التحرك، لان الوضع مش باين ايه اللي هيحصل بكره. بالظبط حضرتك عارف الوضع دلوقتي عمليه شد وجذب، في خطه للجانب الروسي ان هم ليهم خطه هينفذوها مع الحكومه الاوكرانيه بنزع السلاح داخل الحكومه وتغيير الحكومه وحط حكومه ثانيه، ده مش خطتنا. اهم حاجه ان احنا نساعد ابناء الجاليه في الوضع دوت، الوضع بصراحه صحيح صحيح صحيح. هو بشكرك جدا استاذ علي فاروق رئيس الجاليه المصريه في اوكرانيا، الوضع يعني مش محتاج مزيد من التعليق ولا الاضاءه.